بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للزبدة فوائد كثيرة على الشعر، وتستخدم من بعض الشعوب كمنتج طبيعي لقوة وإطالة الشعر، ومن أشهر هؤلاء هم من قبائل في الهند، يشتهرون بالشعر الأسود الطويل والصحي، وذلك لاستخدامهم الكثير لوصفات الزبدة لشعرهم. من فوائد الزبدة أنها تعمل على حماية الشعر من التقصف والجفاف، كما تحتوي على عناصر مغذية لشعرك تكسبه ملمس ناعم. لدينا اليوم ثلاث وصفات طبيعية للعناية بشعرك بواسطة الزبدة. هنا اختاري أي نوع زبدة متوفر عندك في البيت. لا يوجد نوع محدد ولا تكلفي نفسك. النوع المتواجد عندك في الثلاجة نقوم بإخراجه من الثلاجة، وعلى حرارة الغرفة نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الزبدة. كما يمكن كذلك استخدام زبدة الشيا في هذه الثلاث وصفات، هي كذلك مفيدة جدا للشعر، وربما نتائجها تكون أسرع من نتائج الزبدة العادية. ونأخذ أولا، نقوم بعمل الوصفة الأولى. لدينا قلت ثلاث وصفات، واختاري أي نوع واختاري أي وصفة من بين هذه الثلاث وصفات حسب ما يناسبك أنت وحسب المكونات المتوفرة عندك في المطبخ. أول وصفة هي مناسبة جدا لمن لديهن أو لديهم حتى الرجال فراغات في مقدمة الرأس، أو يعانون من الصلع، أو حتى من الثعلبة. ملعقة طعام كبيرة من الزبدة، ويمكن مضاعفة المقادير حسب طول وكثافة الشعر، ولدينا فصوص من الثوم. أولا نأخذ المبشرة ونقوم ببشر الثوم، وذلك من أجل الحصول على عصير الثوم. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الزبدة يقابلها ملعقة طعام كبيرة من عصير الثوم في هذه الوصفة. بالنسبة للتخلص من رائحة الثوم في هذه الوصفة، طبعا هي رائحة قوية ولكن النتائج فعالة جدا، قلت خاصة لمن يعانون من الفراغات في مقدمة الرأس والصلع والثعلبة. نضيف ملعقة شاي صغيرة من أي نوع زيت عطري متوفر عندك في البيت، سواء زيت الورد أو زيت الخزامة أو حتى زيت الياسمين، أو إذا كانت الزيوت العطرية غير متوفرة عندك في البيت، آخر شطفة تكون بواسطة القهوة لإزالة الرائحة كليا من الشعر. نشطف بواسطة القهوة، سواء سريعة الذوبان أو أي نوع قهوة موجودة عندك في البيت. نأخذ أي شاش متواجد عندك في البيت أو أي مصفات، ونقوم بتصفية كل العصير من المبشور، يصفى جيدا. ملعقة طعام كبيرة من عصير الثوم، ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. يمكن استخدام الخلاط الكهربائي في هذه الوصفة حتى تنسجم كل المكونات مع بعضها البعض. نخلط جيدا، أو الخلاط الكهربائي حتى يسهل العمل. نضيف ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون ونواصل الخلط. طبعا هذه الوصفة تصلح لجميع أنواع مساميات الشعر. نخلط جيدا المكونات مع بعضها البعض وجميع ألوان الشعر، يمكن استخدام هذه الوصفة لهم. نخلط جيدا ونتحصل على هذه الوصفة الرائعة. دائما قبل الاستحمام بساعتين أو 4 ساعات حسب
خفة شعرك أو أماكن الفراغات عندك، يمكن حتى الوصول إلى 6 ساعات لوقت هذه الوصفة. توزع على فروة الرأس، نقوم بعمل تدليك خفيف للفروة ونركز على أماكن الفراغات، خاصة قلت لمن لديهم الصلع أو الثعلبة، ويوزع كذلك على خصلات الشعر خصلة خصلة. وبعدها نقوم بتغطية الرأس بأي غطاء مخصص لوصفات الشعر أو حتى الغطاء البلاستيك، ونتركها قلت حسب الرغبة. وبعدها نقوم بغسل الشعر، بيفضل أن يكون شامبو طبيعي أو شامبو أطفال. وبعدها قلت لإزالة الرائحة آخر شطفة تكون بالقهوة، وبها تزول الرائحة نهائيا. استخدام هذه الوصفة يكون من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، آمنة للحوامل والمرضعات والرجال وحتى الأطفال من عمر 3 سنوات. لمن لديهم ثعلبة، مشكلة الثعلبة، يمكن استخدام هذه الوصفة لهم وبكل أمان. يمكن عمل كمية كبيرة من هذه الوصفة تكفيك لمدة أسبوع كامل، فقط ضعيها في علبة محكمة الإغلاق في الثلاجة. ننتقل لعمل الوصفة الثانية. لعمل الوصفة الثانية نحتاج إلى ملعقة طعام كبيرة من الزبدة، ملعقة طعام كبيرة من اليوغورت الطبيعي أو اللبنة أو الروبة أو الزبادي الطبيعي أو دانون مسوس، ونحتاج لملعقة طعام كبيرة من بودرة زعتر مطحون، الزعتر البري. هذه الوصفة ممتازة جدا لمن يعانون أو لمن تعاني من تساقط فظيع في الشعر. هذه الوصفة من أول استعمال توقف لك تساقط الشعر، هي مجربة مضمونة وناجحة، وهي مكونات طبيعية آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. نضع أولا الزبدة ونضع عليها الزعتر. بديل الزعتر هنا يمكن استخدام السدر، ولكن هذه الوصفة مجربة ومضمونة لعلاج تساقط الشعر، ومن أول استعمال توقفه ببودرة الزعتر. يفضل طحن الزعتر في البيت، قلت هنا الزعتر البري وليست الزعترة. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. لمن تعاني من شعر جاف جدا، ممكن إضافة ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون لهذه الوصفة، ثم نضيف الزبادي الطبيعي، قلت الياغورت، كما كذلك يمكن إضافة الرايب إذا كان الزبادي غير متوفر في البيت وأحببت عمل هذه الوصفة، كذلك هنا الرايب يمكن استخدامه. نخلط جيدا ونتحصل على هذه الخلطة. دائما قبل الاستحمام توزع الخلطة على الفروة ونقوم بعمل تدليك خفيف، ثم باقي خصلات الشعر جيدا يترك من 2 إلى 4 ساعات وحتى 6 ساعات. لا خوف أبدا من استخدام الوصفات الطبيعية حتى وإن زاد الوقت. وبعدها نقوم بغسل الشعر. يفضل لو استخدمت في هذه الوصفة شامبو الزعتر الموجود في القناة، قلت يوقف التساقط من أول استخدام. نستخدم هذه الوصفة من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، وهي آمنة كذلك للحوامل والمرضعات وكذلك الرجال، يمكنهم استخدامها، والأطفال الصغار من عمر كذلك 5 سنوات فما فوق آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. يمكن الاحتفاظ بهذه الوصفة في علبة محكمة الإغلاق في الثلاجة، كذلك هي صالحة لمدة أسبوع كامل. نقوم بعمل الوصفة الثالثة وهي رائعة كذلك لمحبات الحنة. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الزبدة ونضيف عليها ملعقة طعام كبيرة من الحنة الطبيعية، حنة طبيعية بودرة موجودة عند العطار، هي تأتي على شكل أوراق
ونقوم بطحنها، ولكن يمكن أخذها مطحونة جاهزة من عند عطار موثوق. هذا النوع من الحنة لا يقوم بصبغ الشعر إلا إذا أضفنا معه مكونات أخرى لصبغ ألوان الشعر. هذه قلت لا تقوم بصبغ الشعر، وإنما تغذيه. يمكن عملها لجميع ألوان الشعر. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، ثم نضيف عليها زيت الزيتون. نخلط جيدا، ثم نضيف ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون. هنا الزيوت يمكن كذلك استخدام أي زيوت موجودة عندك في البيت وتناسب نوع شعرك. نخلط جيدا، حتى نتحصل على هذه الخلطة. دائما كذلك قبل الاستحمام أو حتى يمكنك المبيت بها حتى الصباح، توزع هذه الخلطة دائما بداية بالفروة. نقوم بعمل تدليك للفروة حتى تستفيد من هذه الخلطة، وتوزع على كامل خصلات الشعر خصلة خصلة. كذلك نتركها من ساعتين إلى 4 ساعات حتى 6 ساعات، قلت حتى يمكن المبيت بها إن استطعت. وبعدها نقوم بغسل الشعر بالشامبو. هنا الرائحة غير موجودة لأن الحنة هنا قلت حنة طبيعية، لا توجد بها رائحة، هي طبيعية ولا تقوم بصبغ الشعر، آمنة للحوامل والمرضعات. وكذلك يمكن عملها للبنات الصغار كذلك من عمر 3 سنوات فما فوق، آمنة وليست لها أي أعراض جانبية، تستخدم من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع. يمكنك عمل كمية كبيرة من هذه الوصفة وحفظها في برطمان محكم الإغلاق في الثلاجة واستخدامها لمدة أسبوع كامل. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.